السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في قناة أعمال وأرزاق، حياكم الله من جديد. نكمل إن شاء الله، نعطيكم فكرة ونحولها لمشروع باختصار شديد وبنطول عليكم إن شاء الله. والمرة هاي مستكفي بفكرة واحدة، لأن كثير شباب طلبوا مني إن ما نطول الفيديو. على كل حال حياكم الله وأهلا وسهلا فيكم. فكرة ومشروع راق جدا وحلو جدا، وفي فن وفي حضارة وفي متعة وفي دخل طيب جدا. شوفوا، نحكي اليوم عن موضوع الدربزينات، الدربزين أو البلكونات اللي عليهن حمايات زي هدول، بس من مصنوعات من مواد خاصة. إن شاء الله اليوم راح نحكي إن شاء الله على هذا المشروع الجميل جدا، ممكن تصنعه عندك في البيت بسهولة مطلقة ومواد رخيصة جدا متوفرة عند كل الدول العربية، كل مدينة، كل مواد بناء. فعلا هذا الموضوع بده واحد ياخذه يشتغل فقط في هذا المجال ويتوسع فيه، بحيث انك تقوم بتركيب هاي الشغلات للناس. في ناس كثير عندها بيوت وودها تركب حمايات او درابزين او منظر زي هيك جميل جدا للبيوت. اوكي، انا بعطيك الفكرة وانت بتكمل ان شاء الله. الموضوع طبعا الموضوع بده حاجتين او ثلاث حاجات. اول حاجة بدك القالب اللي تعمل في هذا الشكل، ثاني حاجة ودك المواد اللي بينصنع منها هذا المشروع، ثالث حاجة ودك جهد، ودك شوية تعب خفيف، ودك نية قوية، وإن شاء الله كل شيء بيستمر وهذا المشروع يعني لا ينتهي طالما فيه هنالك إنسان وفي هنالك بنا وهنالك بيوت تبنى وهنالك يعني الحياة قائمة. هذا المشروع كبير جدا. نبدأ في المرحلة الأولى اللي هي عبارة عن القالب. القالب ممكن تذهب لموقع إيبي، طبعا موجود في كل العالم، أوكي، في كثير مواقع، لكن أنا اللي بدوريك الفكرة وين ممكن تلاقيها بسعر رخيص. فكرة الدربزين، هنالك قالب من البلاستيك أو أحيانا من الفيبرو جلاس، أوكي، موجود في ايبي هيك شكله، بيطلع شقفتين بينصب في المواد، بيستنوا عليه شوية وقت مشان يجمد او ينشف او يبس، اوكي، وبعدين بيطلع بشكل حلو جدا. في عدة اشكال، في هذا موجودة القطعتين 2 بيس، شايفين قطعتين سيت، يعني بيجي طقم او سيت، بتكتب مولد، اوكي، بولستريد مولد، اوكي، هذولا تبحث عنها في اي موقع في الانترنت بتلاقي عنها كثير معلومات، اوكي، هذا اسمه اللي تبحث عنه، بتلاقي نوعيات مختلفة. السعر حوالي 28 دولار، ممكن انك في المدينة تبعتك او في الدولة تبعتك تلاقي هاي بسعر ارخص، انت كمان حر ابحاث برضو ممكن تلاقي، اوكي. في مواقع اخرى اللي ممكن تلاقي فيها اللي عبارة عن بيكليكس COUK، اوكي، ممكن تلاقي فيها هذا الشغل. طبعا في هناك كثير نوعيات اشكال، في ممكن في الايباي، في ممكن في الامازون. طبعا انا بس بعطيك الفكرة، انا مود انزل تحت في نوعيات مختلفة، في اشكال حلوة، في تصاميم جميلة جدا، في اشياء غير، طبعا في اشياء للبيت، في اشياء اشكال مختلفة واشياء روعة. يعني في هون كمان للبيوت، للدرج، للبلكونات. انا اعرف هذا المجال واسع جدا، اوكي.
بالنسبة كيف تعمله، في عندك تدخل على اليوتيوب، على اليوتيوب بتكتب بلاستر مولد، في كثير فيديوهات جميلة بتشوف الناس كيف بصبوا كيف بصنعوا، سهل جدا جدا جدا. في كيف بيبنوه أصلا كمان. فأنا دخلت هون على هذا الفيديو، ممكن تشاهدوا بنفسكم، بعبارة عن شقفتين بسكرن على بعض بكماشات أو بكليبسات أو إشي، بصب هون جوا، وبده طبعا في الأخير بيدخل حديد، مسمار حديد مشان التقوية يعني، ومشان القياسات كمان. اوكي، وبسهولة انتو طبعا ادخلوا هون تفرجوا وشوفوا من شو مصنوع. طبعا في كتير ناس بيعرفوا هاي الشغلات كيف بتنصنع. بشكل عام تحتاج للاسمنت الابيض مشان يخرج لونه ابيض زي هيك، ابيض اسمنت ابيض مخلوط مع شوية سيليكا، نوع معين من السيليكا خفيف اللي هو عبارة عن بودرة سيليكا، واحيانا مع شوية رمل خفيف وشوية ماء، واحيانا بدعوا عليه جبس اللي هو عبارة عن الجبس، بخلطوه ببعض وبينتظروا ان ينشف، بيخرج هيك منظر جدا حلو. فيك تشاهد، فيك تشوف ناس كيف بركبوا، في كثير في اليوتيوب اشياء حلوة واشياء جميلة جدا ومشاريع عظيمة يعني انبنت على هذا الاساس. احضر فيديوهات وشوف ان شاء الله بتستفيد، وحياكم الله، وانا ما اطول عليكم. وفي عندنا كثير فيديوهات في هاي القناة السابقة يعني عملناها جدا قيمة، تابعونا وشاهدوها وشوفوا كيف هذا المجال ناس بيعملوا يعني. وحياكم الله وأهلا وسهلا فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.